القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. أسبوع على انتهاء معركة الأمعاء الخاوية التي خاضها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، معركة وحدت الشارع الفلسطيني بعد طول انقسام وأخرجته مطالبا بحل سريع لقضية الأسرى. وقعت الأوراق وجفت الدموع لتعاود طريقها المعتاد على خدود الأمهات. رحت زرتها بعد الضرب، بس يعني مش وضع الصحي اللي يعني هو بكى فيه. بعدين إيات ماخذين منهم الغطاء، ماخذين منهم الملابس، ماخذين منهم الأحذية، يعني من دون يعني ابني أجا بزنوبة يعني من الشارع بتطلها شو بتلبسيها. من الصيام للصيام قال ايش جبتي لي؟ ما قلت له جبت لك دخان وأماعي. مش نافع الوضع ولا برد، مش نافع. وفي لسه بيجي 10 مدربين مش في الرملة، أنا ابني في المستشفى. الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى أمام الصليب الأحمر لم يرتقي إلى ما كان عليه الوضع قبل أسبوع. مطالب الأهالي والمساندين واضحة بتدويل قضية الأسرى واعتبارهم أسرى حرب وتقديم كل ما يلزم إلى من يقبع في الزنازين. ما دام هؤلاء المعتقلين الأبطال الرازحين في زنازين الاحتلال، الأمر يتطلب مزيد من الفعاليات على المستوى الجماهيري والشعبي في كل أراضي فلسطين المحتلة وفي خيمة اللجوء والشتات وفي معظم عواصم العالم، وأيضا الإسراع في نقل الملف الأسرى والمعتقلين أمام المؤسسات الدولية من أجل اعترافهم كأسرى حرب. تستمر معاناتهم ومطالبهم، أوضاعهم الصحية في تردي، وعزلهم الانفرادي ما زال باق في زنزانة تختصر ألم العالم. هل يحتاج الشارع الفلسطيني لمعركة أمعاء خوية ثانية حتى يقوم بواجبه تجاه الحركة الأسيرة؟ أم هل يحتاج الأسرى لمزيد من الجوع والضعف حتى يضمنون تدويل قضيتهم وبقائها في المحافل الدولية؟ لتلفزيون القدس، كنانة عيسى، رام الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.